ف 2019 ده كان واضح جدا واصبح امر واقع، اصبح ان لينا تعاملات واضحه في مجال الموسيقى في العالم بره مصر مش جوه مصر بس. بدايات 100 نسخه كانت رسميا من 2006، ولكن هي كانت قبل كده حوالي 3-4 سنين كنا بنشتغل بشكل عام مع الموسيقى المختلفة، الموسيقى البديلة من الشباب في مصر. مع تطور الوقت ومرور الوقت الموسيقى التجريبية تحولت للموسيقى الإلكترونية، الموسيقى الإلكترونية تحولت للموسيقى الإيقاعية الراقصة، وبعد كده ابتدى يظهر كل الويف الجديدة بتاعت موسيقى الشباب زي المزيكا الشعبي والمهرجانات وما إلى ذلك. اشتغلنا مع ناس كتير في البدايات، أوكا أورتيجا، السادات، علاء فيفتي، الصواريخ دلوقتي، موريس لوقا، حسن خان، ناس كتيره. في حاجه انا فعلا مش عارف اشرحها ازاي، هي بتبقى واضحه وانا بقدر اشوفها في الفنان اللي قدامنا وبعرف اذا كان هينفع فعلا او احنا هنقدر نشتغل مع بعض ونقدر نقدم حاجه مختلفه وجديده ولا لا. المشاكل اللي بتواجه الفنانين بالذات بتوع الموسيقى الشعبيه مع النقابه او ما الى ذلك، انا شايف ان لازم يبقى في وضوح ووعي كافي بالمجال ده، بحجم الاقتصاد بتاع المجال ده والمتطلبات وازاي نقدر نساعد المجال ده ان هو يتطور. كل الانتقادات اللي بتتقدم للمزيكا الشعبي او مزيكا المهرجانات عموما هي غير موضوعيه بالمره، هي بتعبر عن فكر محدود جدا ضيق الافق، ما فيهوش اي وعي للثقافه بتاعه الشباب. اللي انا بتمناه في 2020 والسنين اللي بعدها ان احنا نقدر نوصل اكتر وابعد بالمزيكا دي لاكبر عدد بشكل عالمي، بشكل بره مصر مش جوه مصر بس.